بعد 34 سنة من اعتزالها الفن. فجأة الفنانة المغربية عزيزة جلال جمهورها ورجعت للأضواء من جديد. كمان قررت ترجع للغنى من حفلات قدمت فيها أشهر أغانيها اللي لسه عايشة لغاية دلوقتي، وبدأ الجمهور يقارن بين شكلها الحالي وشكلها قبل اعتزالها. طيب إيه أسباب اعتزالها الفن لمدة 34 سنة؟ وليه تراجعت عن قرارها؟ وإيه بقى شكلها دلوقتي؟ كل ده هتعرفوا معنا في الفيديو ده. اتولدت الفنانة عزيزة جلال يوم 15 ديسمبر سنة 1958 في مدينة مكناس في المغرب، وحبت الغنى من صغرها، وده اللي خلاها تتجه لدراسة الموسيقى. وفي سنة 1975 اتقدمت للمشاركة في مسابقات البرنامج الغنائي مواهب، واللي كان بيشرف عليه الأستاذ عبد النبي الجراري، وغنت فيه أغاني الأسمهان، وكل لجنة التحكيم في البرنامج أعجبوا جدا بصوتها، ووصلت فيه للتصفيات النهائية كمان. وبسبب إعجاب المشرف على البرنامج عبد النبي الجراري بصوتها، لحن لها أغنية نقلت عيوني هنا وهناك بمناسبة المسيرة الخضراء سنة 1975، ودي كانت بداية انطلاقتها في مجال الغنى. وبعد فترة سافرت للإمارات وقدمت هناك 3 أغاني للمطرب الإماراتي الراحل جابر جاسم، وهي سيدي يا سيد سادتي وغزيل فلة ويا شو، واشتهرت الأغاني دي بصوتها، وده اللي أهلها للسفر للقاهرة واللي كانت انطلاقتها الفنية الحقيقية. وكان الملحن محمد الموجي أول ملحن مصري يتعامل معاها، فغنت له أغنية إلا أول ما تقابلنا وبتخاصمني حبه، وبعد كده غنت للصنباطي وسيد مكاوي وبليغ حمدي وكمال الطويل وحلمي بكر، وقدمت أشهر أغانيها على الإطلاق وهي أغنية مستنياك. كمان بدأ يجي لها عروض للتمثيل في السينما، لكن هي فضلت التركيز على الغنى. لكن فجأة بقى اعتزلت عزيزة جلال الفن في عز نجاحها وتألقها بعد جوازها من رجل الأعمال السعودي الشيخ علي الغامدي، وده كان سنة 1985 بعد رحلة فنية قصيرة استمرت 10 سنين بس. وبعد جوازها اتنقلت مع زوجها للعيش في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، ورزقت منه بثلاث أولاد، وتفرغت عزيزة لحياتها الأسرية وزوجها وأولادها. وبعد 34 سنة من اعتزالها الفن رجعت عزيزة للأضواء من جديد، وده بعد رحيل زوجها وبعد ما الأولاد كمان كبروا. وظهرت عزيزة سنة 2019 في فيديو على السوشيال ميديا وهي بتغني أغنيتها الشهيرة مستنياك، واللي كانت مفاجأة سعيدة لجمهورها اللي لاحظوا ان عزيزة جلال لسه محتفظة بجمالها والزمن ما قصرش على ملامحها اطلاقا، لكن وزنها زاد شوية والستايل لبسها اتغير عشان يناسب سنها ووزنها، فبقت تلبس ملابس واسعة. كمان كانت حريصة انها تظهر بنظارتها الطبية اللي اشتهرت بيها في شبابها. ورجعت عزيزة جلال تحيي حفلات، واول حفلة احيتها بعد رجوعها من الاعتزال كانت في مهرجان طنطورة السعودي، وبعدها قدمت مجموعة من الحفلات. وكشفت عزيزة جلال عن سر ظهورها بالنظارة الطبية بشكل دائم، وقالت انها بعد ولادتها بشهرين بس اصيبت بحمى شديدة سببت لها حول في عينها، وان الحول اثر عليها بشكل سلبي في طفولتها، والدكاترة نصحوها انها تلبس نظارة. ولما بقى عندها 14 سنة عملت عملية في عينيها وعالجت الحول ده، لكنها رفضت تتخلى عن نظارتها لانها شافت انها بقت جزء من شخصيتها. قولوا لنا بقى انتم في التعليقات ايه اكتر اغنية بتحبوها لعزيزة جلال.